morning year four, how are you? احنا النهاردة هنتعلم ازاي نرسم flowers ونعمل بيها design. تمام، هنرسم نوع واحد بس من flowers اللي هو sun flower. let's start. اول حاجة هنعملها مع بعض هنرسم الفاز اللي فيها الفلاور. فهعمل straight line وهعمل straight line الناحية التانية، ومش هوصلها لنهاية الورقة، وهعمل كيرف يقفل اللاينز دي مع بعضها. هاجي هنا هعمل الشكل البيضاوي بتاع الفاز، وهعمل كيرف يمين وكيرف شمال، وهعمل الكيرف بتاع التاني ده. هعمل برضو من هنا كيرف يمين وشمال، وهروح برضو عاملة اللاين بالشكل ده. هاجي من هنا اروح عاملة لاين بالشكل ده، وهنا برضو لاين بالشكل ده، ووصله باللاين اللي احنا اصلا رسمناه. بعد كده هاجي ارسم بعديها بشوية، هعمل اول فلاور اللي هي السان فلاور، فبيبقى الشكل بتاع القلب بتاعها بيبقى بيضاوي، وهعمل واحدة تانية صغيرة جواها. هبدأ من هنا هعمل ادي كيرف وستريت لاين، وهعمل كيرف تاني وستريت لاين، وهعمل وهفضل اكررهم بالشكل ده. هاجي من الناحية دي اللي هي جنب دي، هعمل برضو كيرف ستريت لاين، كيرف وستريت لاين، وهعمل كده كيرف وكيرف، واروح عامله بالشكل ده، وادي كيرف شكل الورقه بتاعه السان فلاور بتبقى مثلثه شويه. تمام، ادي لاين ستريت ستريت وكيرف ستريت 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 وكيرف، وهاجي من هنا هعمل كيرف ولاين. تمام، بعد كده هطلع من هنا ورقة شجر، فهتبقى عاملة متكسرة ويفي لاين كده، ويفي لاين الناحية التانية. هاجي هعمل المية اللي بتبقى جوه الفاز، فهتبقى أول كيرف وآدي تاني كيرف. هطلع من الورقة دي بين دي ودي، هعمل ويفي لاين بالشكل ده،